منورنا كلنا. تعالى هنا واحنا بنمشي. كل سنة وانتم طيبين. نباتات البسلة التاريخ 26 يناير 2021. صور الوردة اهو. تعال صور الوردة بقى. كل سنة وانتم طيبين كلكم. كل سنة وانتم طيبين. ليه ده أمور اهو. هذه نباتات البسلة. هذا هو او هذه عملية جمع البسلة، وهي من الخضر الشتوية الرائعة او المحببة لنا المصريين. اذا هذا المنظر الرائع وهذا الجمال هو عملية جمع البسلة. هذه البسلة مشت قدام. هو هي البسلة بتتجمع مرة واحدة يا مدام؟ مرة واحدة بتتقلع وتترنش. يعني هو بعد كده خلاص هو هيخربوا الأرض بقى. لا يزرعوا حاجة بس لو عايزين. لا يعني أقصد يقلعوا النباتات الخضراء على طول. تعال ده ناقصها شوية عن الجمصة دي. تعالى. جاي لقاء يعمل معاك حديث. حديث الولادة. حديث الولادة. وقول لهم دول البؤساء. ربنا يرفع عننا كل بلاء يا رب. يرفع البلاء ده عن المصريين وامتي اجمعين. لا والله الست المصرية ما اتوجدت في الكون كله. واحنا بنجري على عيالنا برضه. النبي الانتريال اللي انت بتتكلم عليه. والنبي الانتريال مصور. اتكلمي يا ولا ايه؟ لا انا معاك. تاخد الموقع علشان ابقى اخده منك على اليوتيوب. يعني احنا مش عارفه يا ماشي ما انا عارفه. طب اوريه لك اما اوريه. البسلة من الخضر المحببة والتي تتبع العائلة البقولية. ايوه. عشان نجيب خلف الزعاق. والنبي لازم اصفى الكم بقى عشان اروح. لا عنيف. وهؤلاء هم سيدات مصر يقومن بجمع البسلة. الإيد هذه يد يحبها الله ورسوله. عليه الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني واحد يعني إيده خشنة فبيداري إيده عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه وقال له هذه يد يحبها الله ورسوله. عليه الصلاة والسلام. ربنا يقويكم كل سنة وانتم طيبين. النبي النبي انت رايح النبي انت رايح روح للميلة ده هي. تعالى اعمل معايا حديث صحف. يا بنت حجرك يا بنت الوش. كل سنة وانتم طيبين. انت دلوقتي بعد ما تجمعوا البسلة دي بتتقلع على طول؟ مكالمة. الو. الو. طب معلش انا مانيش فاضي عندي تصوير يا اب. النبي كل سنه وانتم طيبين. كده بقى بعد الجمع ده بيقوموا الزرع بيترمى خلاص؟ لا بيتباع. اللي هو النبات الاخضر ده؟ بيترمى بروح للمواش. بيتعلف للمواش. ايه شيماء. بعد جمع البسلة يتم تحميلها في أجولة. يتم تحميلها في أجولة وتحمل لكي تنقل إلى الأسواق. هذه أجولة البسلة. يبقى كما نشاهد عملية جمع البسلة. سيدات تعالى هنا وهات لي كابتن. ما تعالى
البسلة من نباتات العائلة البقولية، وهي من الخضر الشتوية المحببة للمصريين ولذيذة في الطعم، وتفيد جدا كبار السن والأطفال لأن بها نسبة بروتين عالية. وكما نشاهد هذه عملية جمع البسلة، هذه نباتات البسلة كما نشاهدها، وهذه الثمار. المجموع الجذري للبسلة كما نشاهد، هذا هو المجموع الجذري، المجموع الجذري وتدي، وجميع المجموع الجذري للعائلة البقولية وتدي، وعليه عقد بكتيرية يقوم بتثبيت الأزوت الجوي في التربة. إذن زراعة البسلة أصلا تفيد الأرض الزراعية.